وهيدي القوزة، إن شاء الله تكون على ذوقك. نعم. وينك؟ طلعت على الضياع؟ لا، نازل بأوتيل. وليه ما جيت نمت هون؟ كنت فرشت لك أوضة الضيوف. الخدمة هون أحسن. بس الخدمة هون ببلاش. بيقول المثل هين جيوبك وما تهين نفوسك. بس أنت هون ببيتك، قيمتك محفوظة وكرامتك منسانة. والله كلام جديد أول مرة بسمعه. ليه عم بتحسسني بالذنب؟ شو أنا غلطت معك؟ أي متى قللت من احترامك؟ بس تقول مرة لجوزها أنا ندمانة على زواجها منه، بتكون عم بتقلل احترامه. أنت فهمتني غلط. أنا قصدت إنه مشكلة كميل هي نتيجة زواجنا، واتنيناتنا لازم نتعاون لنحلها. أنا بقول إنه مشكلة كميل هي نتيجة زواجك من بيو، واللي كان سببه طمعك وغرورك وأنانيتك، واللي عم بيدفع ثمنهم كميل وأنا وحتى جوزك السابق. وهلأ مين عم بيهين التاني؟ البادي أظلم. سوري جيهان، بس أنا نعسان. تصبحي على خير.